الحبيب وهل أحب سواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه منذ الطفولة قد عشت. اليوم الوطني يوم ذكر تأسيس هذه البلاد على يد المؤسس المغفور الملك عبد العزيز، وفي هذا اليوم طبعا أحب أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأتمنى ربنا أن يعمنا بالأمن والأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. بالنسبة لي أعتقد يوم عطاء، يعني أنا دائما كنت أكتب بالنسبة ليوم الوطني ما يكون فقط يوم احتفالات وشعر وقصائد ومقالات، أتمنى يكون يوم أداء ويوم نحن نجدد العهد كيف نحن نخدم هذه البلاد اللي أعطتنا الكثير ونشكر الله. وأنا مرة اقترحت واحد في هذا اليوم يقوم يصلي ركعتين شكر لنعمة الأمن والأمان والاستقرار اللي موجودين فيه، وأقولها بكل صدق موضوعي بالنسبة للموضوع. أتمنى كمان في هذا اليوم إن شاء الله بعض الشباب يعني يحاولوا يعملوا يفكروا إيش يقدموا للبلد، كيف نحن نتطور في كل مجالات التعليم والاقتصاد والصحة، ويكون نمو المجتمع يكون ماشي واكب مع اللي بيصير في العالم. الدور الحقيقي بالنسبة للصحفي يكون دور يعني مرشد، يعني يعطي نصائح للشباب، يعطي يكون عنده دراية بالموضوع التحديات اللي موجودة أمامنا، كيف نحن يعني نقاوم، كيف نعمل، كيف نبني. وزي ما قلت لك يعني دور أوكي في كلمات رنانة بنسمعها، بس أنا أعتقد دور الصحفي يكون يرشد ويساعد الشباب كيف يوصلوا الهدف اللي هو نمونا، في عندك رؤية 2030، في عندك حاجات كثيرة لازم نحن نتغلب عليها. فهذا هو دور الصحفي. في مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه، بيت الرسول ونوره وهداه. وطني الحبيب وهل أحب سواه.